هل راح نشوف شوارع بالايام القادمه من صيدا بجنوب لبنان ببيروت ايضا عم يصير فيها اللي عم يصير بطرابلس، ولا لا الخوف من الفيروس ممكن يسكت اي انتفاضه او وقوف بوجه هيدي الازمه السياسيه الاجتماعيه يعني اللي انفجارها مثل الاربعه اب هزه ورجعت الكراسي لمحلها؟ لك أولا الجواب على آخر شق من السؤال صراع اللي قلته. تفضل. أنا بتفهم وما في واحد يحط حاله محل حدا، بتفهم كل غضب الناس، بتفهم أي حالة احتجاج بدها تصير بناء على اللي عم بيصير. أنا برأيي يعني كتير نحن شعب مسالم، يعني كمان بهو التجارب الدول اللي كنا عم نحكي عنهم نحن فعليا وينك وين؟ هناك اشكالات امنيه على مظاهرات ما كانت تخلص على سنتين وحاله، يعني نحن فعليا كثير مسالمين، ولا يمكن كورونا كمان خلت الناس شوي تقعد ببيوتها وغيره. ولكن بنفس الوقت على قديش انا بتفهم كل غضب الناس، وفي حالات انسانيه بيوصل لها الواحد ببطل يفكر عقلانيا، بده يحط ورقه وقلم ويقعد، بده ينزل يكسر شيء قدامه لانه بتسكر سبل الحياه فيه، هذا كله بتفهمه. ولكن انا بالمقابل ما بتفهم القوى السياسية البديلة اللي طلعت إما من سنة 2011 عند أول مظاهرات لإسقاط النظام الطائفي سموها بوقتها، إما اللي نزلوا بال2015 وحكيوا الله بشعارات أكبر يفتحكم. من موضوع زبالة، إما نعم اللي شاركوا بالانتخابات البلدية خصوصا بناء على تطلع سياسي، إما اللي نعم شاركوا بالانتخابات النيابية بال2018 كجبهة معارضة وكلنا وطني وغيره. هولي انا ما بفهمه، يعني ما بينفع هاي فشات الخلق وما إلها عازي. عم بحكي هون بالسياسي مش انه احقيتها لازم كل واحد يفش خلقه كما يرتقي، لانه هون دولة ما في، بس فشات الخلق عم بحكي بالجانب السياسي هون ما إلها عازي. هولي طق حنك وهولي تضييع الشنكاش واعطاء ورقة للسلطة لانه ساحه مفتوحه. شو يعني فشه خلق؟ شو يعني غضب؟ غضب يعني نزل مجموعه ناس بالشارع، هي شغله مثل ما قال مروان شربل وزير الداخليه السابق على التلفزيون، ومعروف ما كل عمرنا بنبعت اربع خمسه يفوت بيناتهم بيعملوا صحيح. مشكل بحجه انه هن عملوا المشكل، بنروح بنضبهم كلهم على بيوتهم. ايه هيدي فشات الخلق هيك بالشارع، هي ساحه متاحه لكل قوى السلطه، اما المخابرات الداخليه والخارجيه تقعد تتسلى فينا شمال يمين. بتصور يعني المفروض واحد، كنا عم نحكي انه واحد يراجع تجاربه الشخصيه ويحطها تحت اطار نقدي ليشوف كيف بده يتطور. طيب كمان نحن مفروض بهالحركات المعارضه تتعلم شوي من تجاربها من سنه 2011 لليوم، مش كل مره بنعيد نفس العديه ونقعد نبلش ايه وخلينا نقعد ونتفاهم ونشوف شو بدنا، يعني حلوا شوي نراكم معرفه لنجي نقول انه اي هيك حماسه انه هيك لننزل على الشارع شكلهم الناس بعدين ليك شو هالقوى السياسيه المعارضه هيدي اللي دائما هي بتكون موقع رده فعل. ها يعني انا بتذكر بينزلوا هلا قبل قصه ماكرون، انا اعطيك اكزامبل كمان عن ماكرون، بينزلوا هلا بطرابلس بالشارع امبارح واليوم بلشنا نسمع فيها القصه، بلشوا بعض القوى انه ليك شكلهم بلش ينزلوا العالم خلينا ننزل، مش انه هن شغلتهم يحارضوا الناس وينزلوا ضمن حركة سياسية. انقطعت الكونكشن ما توهزونا. مش تفضل. اللي كنت عم بقوله انه مش معقول بعد كل اللي صار تكون القوى السياسية البديلة بعد ما راكمت شيء من المعرفة وتحسنت شوي بمقاربتها. انا برأيي وراح كرره للمرة الالف، أنا مني وعلي كشخص كفرد، يعني قبل ما أعطي هيك رأيي بالسياسة العامة، أنا من سنة 2015 أخذت قرار إنه من وقتها بطلت أنزل على أي مظاهرة قد ما كانت محقة إذا ما بعرف مين داعي لها، بدي أعرف مين داعي لها وشو شعاره السياسي اللي على أساسها داعي لهالمظاهرة. لأنه جربنا كثير حالات، يعني من ايام انا، لانه انا مثاقب كنت تيار وطني حر فليت من التيار بال2012، بس من نعم هالفتره هيدي نزلت على مظاهره 14 اذار قبلها بوجه السوريه. بوجه السوريه كانت اهين شغله لانه معروف في حزب داعي انه في مظاهره، بس قصه 14 اذار انه اللبنانيين نزلوا في فريق 14 اذار تكون لحقهم. رجعنا نزلنا اسقاط حكومه السنيوره، رجعنا نزلنا بالفريق الثالث بعد ما
التيار بمظاهرات القوى البديلة. ما نعم في شيء اسمه هيك مظاهرة، في بتصير يعني بتصير ناس تنزل وتتداعى لأنه في حالة رفض، بس من بعد حالة الرفض مفروض يطلع إذا بدك شيء بناء، هلا ما يكون بس فشة خلق وتصغير اعتراض، حدا يدعي لتظاهرة هادفة يعني عشية، مش بنفل هيك على البيت انه كنا متظاهرين اليوم، شو لك تعمل؟ بدها تكون هي جزء من مسار سياسي، هذه هدف هالمظاهرة مثلا الضغط لتحقيق شيء ما يتعلق بانه الحكومة تعتمد سياسة معينة، اسقاط حكومة، اجراء انتخابات، اللي بدهم اياه، بس بده يكون في قيادة سياسية عم تتطور. ما عم اقول لك رح يطلع واحد اليوم يدعي اللبنانيين وينزل وراه مليون شخص، ما رح تصير هيك، بس مش معقول كمان من سنة ونص لليوم ما نكون علينا درجة. يعني بده يصير في جبهات، انه اذا شايفين قواهم السياسية كمان رغم كل هالظروف اللي عم تصير ما عم تقدر تشكل انه يقدر واحد منهم ينزل 10,000 زلمة للشارع ساعة اللي بده، لازم هيدا الشيء يكون هو دافع لإله ليجي يقول لكان انا لحالي ماني قادر اليوم اعمل هيدي النقلة، في ضرورة لنعمل جبهة مع مجموعة أحزاب بيشبهونا على القليلة، مش بكل طرحهم، بالأولويات المعنيين فيها اليوم، الوضع الاجتماعي، السياسة المالية، غيره، تنجي نجمع قوانا لناخد شرعية الناس ويصيروا يوثقوا الناس إنه هو فيهم قوة، لأنه طالما هن الناس عم تشوفهم 50 واحد و100 واحد ومدري شو، قد ما كان معهم حق ما راح يسترجوا يعملوا الانتقال من الموقع اللي معتبرينه زورا ام صدقا ام بيصيروا بصوره محقه، انه معتبرين المحل اللي هن فيه بعضهم مأمن لهم شيء من الحمايه، شيء من الانتماء لبيئه معينه، ما راح يترك هو كلهم ويروح على المجهول، بحاجه انت تظهر شيء من القوه، شيء من التنظيم، لا يسترجي الواحد يقول يا خيي هول عم يفرطوا، هول المكتسبات الصغيره اللي بعدها باقيه انا ما بدي اياها، بدي اعمل بلد مثل الخلق. ساعتها بيعمل هيدا المخاطرة بالانتقال برأيه السياسي وبانتمائه، ولكن إذا بنبقى هيك بصير شيء كتير محبط، يعني إنه كل 2 3 بيفتحوا دكانة بسموها شيء وبتصير هي مجموعة. خي بلد في 4 ملايين زلمة على 10,000 كيلومتر مربع، في 300 مجموعة، خي ما فيش 300 فكرة سياسية، ما أنا عامل علوم سياسية، ما في 300 فكرة سياسية، على شو مختلفين؟ ليش مش 10؟ ليش مش 20؟ ليش 300؟ هذا تأكيد انه يا في ناس اختراقات يا في انتهازيين، انه لو بيعرف مش طالع منا شيء القصة، بس مهم ما بده يجتمع مع حدا هو ليترك صورته نظيفة تجاه جمهوره بشي دكانة بده يترشح فيها بكرة على الانتخابات النيابية، انه انا ما تحملت عبء فلان الفلان اللي بركي عنده موقف بقضايا تاني جمهوري انا ما بحبها، انا بقيت لحالي نظيف تمام ما في احلى مني، انتخبوني بكره الانتخابات، ليصير بدل بولا يا اوبيان وحده، لان شفنا انه اذا طلع نايب منفرد بالمجلس ما كتير بيقدر يعمل، نجيبنا شي 5 بولا يا اوبيان بيكونوا عظيمين عم يشتغلوا وكذا، بس ما بيطلع لنا شي عملية.